الشوبينج صار أهيان على ام تي في ضمن برنامجنا شوبينج باي بست سيلر. عم نطل عليكم يوميا لنعرفكم على أصناف متنوعة ومميزة، وهيك بصير فيكم تعملوا شوبينج بطريقة كتير سهلة وواضحة وبأسعار كتير مقبولة. أنتم مرتاحين، ما إلكم غير تختاروا وتتصلوا فينا على بست سيلر على 01 44 55 55، وبيوصل الصنف لعندكم من دون أي كلفة توصيل إضافية. بعدنا لليوم كلنا نتذكر أمتنا لما كانوا يستعملوا المولان اليدوي، ويلي كان يتعبون كتير لتحضير أي نوع أكلة. بس سيجاريتي سعرها 40 دولار رح تخلص كل ستات البيوت من هالتعب، وهيك بيتحمسوا يصيروا يحضروا مأكولات أكتر بالبيت. بس هي آلة بتشتغل على الكهرباء لطحن جميع أنواع الحبوب، إن كان العدس، الفول، الحمص، لتحضير المجدرة، الفلافل، الحمص بطحينة، وحيلا أكلة تانية بطريقة سريعة وهينة. حتى فيكن تطحنوا جميع أنواع الخضرة والفواكه حسب طلبكن. هالماشين متوفرة بثلاث ألوان يلي هن الجرين، الأورنج والبربل، ومكفولة لمدة سنة. بتصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55، وبتوصل لعندكم باسي أريتي ب 40 دولار من دون أي كلفة إضافية وين ما كنتوا بلبنان. شوبر ماكسي أريتي هالقطعة يلي ما في ست بيت مش بحاجة لإلها، بتسهلنا حياتنا لأقصى حدود. ما بقى نعطي الهم منقطع أو نفرم أي شغلة منعوزها بالمطبخ. هالشوبر ماكسي القوية كتير يلي بتكسر لنا التلج، وكمان فينا نفرم فيها البصل، الثوم، الأفوكا، اللوز، الجوز، وفينا نفرم فيها اللحمة للكبة ومشتقاتها. شوبر ماكسي أريتي مكفولة لمدة سنة، وبتحصلوا عليها بس ب 60 دولار وين ما كنتوا بلبنان، بمجرد الاتصال على بست سيلر على 01 44 55 55. قد من زمان كنا نستعمل هالهاند بلندر تنحضر اكل الاولاد، وبعدين صرنا نستعملها لطحن كل الاكل على انواعه. صرنا نطحن العدس والبصل للمجدره، ونطحن الحمص للحمص بطحينه، والباذنجان للمتبل، والافوكا للجواكامولي، كما فينا نحضر فيها اطيب كوكتيلات عصير. هالهاند بلندر القويه يلي كل شفرتها ستينلس ستيل مكفوله لمده سنه، وبتحصلوا عليها بس ب 33 دولار وين ما كنتوا بلبنان من دون اي كلفه اضافيه، بمجرد الاتصال على بست سيلر على 01 44 55 55. همبرجر ميكر بتعملنا الهامبرجر بس بثلاث دقايق. ما قلنا إلا نحط اللحمة بمكنة الهامبرجر، وبنفس الوقت منحط الخبزة بالمكان المخصص إلها من فوق ومنغطيها، وهيك بتستوي اللحمة وبيسخنوا الخبزات، وبدقايق قليلة بيجهزوا الهامبرجر. وصحتين. همبرجر ميكر أريتي مكفولة لمدة سنة، وبتحصلوا عليها بس ب 55 دولار، وبتوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية، بمجرد الاتصال على بست سيلر على 01 44 55 55. بتحبوا الكب كيكس؟ بتحبوا انتو تستمتعوا بتحضيرهم بالطريقة يلي انتو بدكن اياها؟ وحتى يمكن تستعملوا ريسات تكون لايت، لازم يكون عندكن مافنز اند كب كيكس أريتي ماشين يلي سعرها 47 دولار. بدكن تحضروا العجينة، وبفضل هالمكنة بظرف 5 دقايق بس بصير عندكن 7 قطع جاهزين للأكل. أكيد بدي أذكر إنه مثل كل مكنات أريتي مصنوعة من مواد ما بتخلي الأكل يلزق، ومكفولة لمدة سنة. تصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55، واحصلوا على كب كيك ماشين بس ب 47 دولار من دون أي كلفة إضافية. صار فيكن تحضروا الايس كريم على الطعمه يلي عبالكن اياها بطريقه كتير سهله وبسيطه وسريعه.
مع توين آيس كريم ميكر يلي سعرها بس 85 دولار. هي مكنة لصنع البوزة وسبيشالي الميل كريم بالبيت بطريقة سهلة، والأهم إنه كتير هيلثي. يلي بيميزها إنه فيها 2 ماكس بدل واحد مثل ما شايفين، يعني فينا نخلط نكهتين بنفس الوقت مثل مكنة الميل كريم بالمحلات. طريقة الاستعمال كتير هينة، ما بدنا إلا نحضر الحليب، الشوكولا أو الفريز ونحطها بالجات المخصص إلها بالفريزر لحتى يجمدوا، وبعدين بنخلطهم بمكنة الآيس كريم لمدة 5 دقايق وبتصير بوست الماري كريم جاهزة للأكل. يعني شي مهضوم طيب وسريع بتقدموه لضيوفكم، والأهم إنه ديسير صحي لأولادكم. منذكركن إنه كل بضاعة أريتي مكفولة على سنة. اتصلوا على بس سيلر على 01-44-55-55 واحصلوا على توين آيس كريم ميكر ب 85 دولار من دون أي كلفة إضافية وين ما كنتوا بلبنان. صار كتير هين نقدر نحضر كريب عنا بالبيت وبسرعة. كريب ميكر أريتي هي بتقوم بالمهمة، ما قلنا إلا نحط العجينة على الكريب ميكر ونزيد الانجريدينتس يلي بدنا إياهن، سالي أو سكري، فيكون تشوكلت، فينا نزيد موز أو فريز، وفينا نعملها على جبن الجامبون وشامبينيون حسب نحنا شو حابين. كريب ميكر أريتي مكفولة لمدة سنة وبتحصلوا عليها بس ب 47 دولار وين ما كنتوا بلبنان، بمجرد الاتصال على بس سيلر على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكم من دون أي كلفة إضافية. هول كانوا الايتيمز، ان شاء الله يكونوا عجبوكم. ما تنسوا فيكم دايما تتصلوا على بس سيلر على الرقم 01-44-55-55 حتى بعد الحلقة. تابعونا دايما على ام تي في. Thank you.